استضفتنا السيد سفيسة جبريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. مرحبا بك سيد سركيس. نتحدث عن البيانات الاقتصادية المتوقعة خلال هذا الأسبوع، كذلك بالنسبة إلى نتاج الشركات خلال هذا الأسبوع. هناك زخم سوف يكون في طوال هذا الأسبوع، خصوصا الشركات هي الأكبر ربما تكون من حيث القيمة السوقية في الأسواق الأمريكية. بالفعل نحن في انتظار العديد من البيانات الاقتصادية إلى جانب قرارات من البنوك المركزية هذا الأسبوع، والعديد من الشركات ستصدر نتائج أعمالها، وهي من شركات نادي التريليون دولار أو أكثر كقيمة سوقية. وبالنسبة لهذا اليوم فنحن في انتظار نتائج شركات مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون على رأسها مايكروسوفت التي ننتظر اليوم إعلان نتائج أرباحها بعد إغلاق الأسواق خلال هذا اليوم، حيث من المتوقع أن يكون العائد على السهم 1.54 دولار للسهم الواحد، وهذا بارتفاع من العائد لنفس الربع من العام الماضي. كما نحن في انتظار هذا اليوم نتائج أعمال شركة كاتربيلر، والتي من المتوقع أن نشهد انخفاض في العائد على السهم فهنالك مقارنة طبعا في العام الماضي، فهنالك تباين بين أداء الشركات بتأثير من جائحة كورونا، والمتداولون حاليا يراقبون أداء ونتائج أعمال الشركات ليس فقط لتقييم الشركة نفسها، بل أننا الآن نلاحظ علامات التباطؤ الاقتصادي بدأت لتتضح أكثر فأكثر في عديد من الدول في العالم مع بداية الربع الرابع من هذه السنة. فبعد أن شهدنا التعافي الاقتصادي والنمو القياسي في عديد من الدول خلال الربع الثالث الماضي، ومن المتوقع أن نرى أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحوالي 32% خلال الربع الثالث الماضي، وهذه البيانات ننتظرها لاحقا هذا الأسبوع، وإن صدرت فقد تؤكد النمو الاقتصادي القوي خلال الربع الثالث. لكن حاليا سيتابع المتداولون البيانات الاقتصادية التي تقترب أكثر فأكثر للإشارة إلى أداء الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الربع الرابع من هذه السنة. ومن هذه البيانات هذا اليوم ننتظر بيانات الأوامر للسلع المعمرة، والتي رغم أنها شهدت نمو قوي على بعض الأشهر بعد انكماش حاد وصل إلى 17% خلال الربع الثاني من هذه السنة، لكن أيضا تشير التوقعات هذا اليوم إلى أن النمو في أوامر السلع المعمرة سيبقى ضعيف، فقد شهدنا تباطؤ شديد في النمو بعد شهر من النمو وصل إلى أكثر من 11%، لكن شهدنا نمو مقدار 0.4، واليوم باعتقادي سنرى بيانات تظهر نمو أيضا ضعيف على هذا النحو ليؤكد أن الاقتصاد الأمريكي حاليا يتباطأ. فالبيانات الاقتصادية إن كانت من الولايات المتحدة أو غيرها ونتائج الشركات كلها سوف تكون مدمجة لتوضيح وضع الاقتصاد الأمريكي والعالمي ومدى التباطؤ فيه، خصوصا هذا الأمر سوف يجعل المتداولين يدركون مدى أهمية إقرار الحزمة التحفيزية التي طال انتظارها وحتى هذا اليوم لم يتم الإقرار. فالبيانات الاقتصادية مجتمعة ربما ستظهر تزايد الحاجة الاقتصادية لهذه الحزمة التحفيزية. طيب إلى أي حد ترى أن الذهب ما يزال يعني يستقر عند 1900 دولار بانتظار إقرار هذه الحزم، وكيف تفسر أيضا عودة الارتفاعات لأسعار النفط؟ يعني هو سؤال مركب سركيس. نعم الآن بالنسبة لأسعار الذهب نلاحظ بأن الانخفاض الذي حصل يوم أمس ووصول أسعار حول مستوى 1891 في الأسعار الآنية ثم ارتد صعودا ليعوض من هذه الخسائر، وهذا اليوم نلاحظ تداوله فوق 1900 دولار للأونصة بقليل. بالفعل الحزمة التحفيزية هي المحرك الأول حاليا لأسعار الذهب، فأسعار الذهب في العادة تتأثر بالتدفقات النقدية أكثر من تأثرها بالتغيرات الاقتصادية، فتحفيزات البنوك المركزية في العالم ما تزال نحو التسهيل النقدي وبشكل مكثف، لكن حاليا ينتظر المتداولون الحزمة التحفيزية التي لم يتبقى الكثير من الوقت قبل الانتخابات الأمريكية، وفي حال تأخرها أكثر ربما سيحتاج فترة أطول إلى شهر أو ربما شهرين لإتمام هذه الخطة وضخها إلى الأسواق، وهذا ما يؤثر الارتفاع في أسعار الذهب ويبقي على الحركة ضمن نطاقات محدودة كما شهدنا طوال هذا الشهر، وهذه النطاقات المحدودة ربما ستبقى قائمة ما بين تأثيرات قوة الدولار والتوجه نحوه وما بين الحاجة للملاذات الآمنة، وهذا النطاق ربما سيكون في حال أقصى ما بين 1870 و 1940 دولار، هذا إن امتد النطاق الجانبي قليلا، لكن أعتقد بأن النطاقات ستكون أضيق. أما بالنسبة لأسعار النفط فالانخفاض الكبير الذي حصل يوم أمس لعدة أسباب، منها تسارع انتشار فيروس كورونا
وتأثر أيضا بعودة الإنتاج الليبي بعد توقف دام لحوالي 8 أشهر. وهذه الأنباء اجتمعت يوم أمس مع تأخر الحزمة التحفيزية الأمريكية لتنخفض الأسعار. لكن من جديد يجب أن نتابع أيضا حقائق انخفاض الإنتاج النفطي في العالم من منظمة أوبك بلس، إلى جانب أن انخفاض الأسعار يؤثر سلبا على إنتاج الشركات الأمريكية مما يحد من الموجات الهابطة ويبقي على النطاقات المحدودة. أشكرك سيدة سركيس تشبريان، وشكرا جزيلا لك.